نشاهد من الموضات. كم منا من قلد هؤلاء الغرب ومن تشبه بقوم، هذا كلامه هو عليه الصلاة والسلام، فهو منهم. والمرء يحشر مع من أحب، فإذا كان لاعب أو فنان أو مطرب قدوتك، والله أنك تحشر معه يوم القيامة، لأن المرء مع من أحب يوم القيامة. فهل تريد أن تحشر مع هؤلاء النصارى؟ أم تريد أن تحشر مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ فأحبتي في الله، لابد أن نعلم حقيقة هذه الدنيا، وأننا في هذه الدنيا ضيوف، وما على الضيوف إلا الرحيل. حنا جيناكم اليوم من حبر الباطن، وبعد نص ساعة ماشي ما نقعد، من هذه ديرتنا. فهذه وصية من حبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام أتى إلى عبد الله بن عمر وقال: يا عبد الله، وأخذ بمنكبي، قال: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو إيش؟ أو عابر سبيل. فأخذ هذه الوصية عبد الله بن عمر وقال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت، إحنا الحين أمسينا، فلا تنتظر الصباح. تفكروا يا جماعة، من كان يجي معك في هذا النادي، تذكر من كان يضحك معك، تذكر من كان يعزز لك، وينهم الآن يا جماعة؟ هم الآن في ظلمة القبور.